مساء الخيرات، قصتنا لليوم قصة مؤلمة وغير معقولة. الجاني في هاي القصة تجاوز كل شيء بيعرف البشر من بداية الخليقة، الأخلاق، المبادئ، الدين، كل شيء ممكن يخطر عبالكم بيخلي هالبشرية ماشية في اتجاه صحيح. الجاني في قصتنا اليوم تجاوزه، رح نسمع تفاصيلها، لكن كالعادة بعد الفاصل القصير نسمع. قصتنا الغريبة والمؤلمة لليوم والمقرفة، خليني أنبهكم من البداية، صارت أحداثها أو ابتدت بمكالمة هاتفية بتاريخ 12 أبريل من العام 2018، وأحداثها صارت في مدينتين بالمناسبة أو مكانين، نورث كارولينا ونيويورك. مكالمة من سيدة على 911 بتحكي فيها بطريقة غريبة إنه ابنها قتل ابنه أو طفله، وأيضا قتل زوجته ووالد زوجته. ولما تسألها موظفة 911 إذا كانت الجريمة صارت في نايت ديل واللي هي مدينة في نورث كارولينا، بتحكي لها أنه جزء منها صار هناك. بالنسبة للطفل هو قتل في نايت ديل عفوا، أما بالنسبة للزوجة واللي هي كيتي مع والدها فهم قتلوا في نيويورك. وقبل ما نخوض في تفاصيل هالمكالمة المرعبة، خليني بس أعرفكم على ستيف اللي هو ابنها لهاي السيدة اللي طلب منها تتصل على 911. هو مواليد عام 1975 في نيويورك. ما في معلومات كثير متوفرة عن والده، لكن هو عاش مع والدته. هلأ بحسب وصف زملائه إله، فكانوا يحكوا أنه دايما وحيد، غريب، شخصية يعني مش عادية، دايما مثلا كان يلبس نفس الملابس. واضح جدا من البداية انه هو عنده بعض الاضطرابات النفسية حتى اثناء وجوده في المدرسة. صحيح انه يمكن عدم تبديل ملابسه هو لأسباب مادية، لكن على الأغلب إذا ما كانت الأسباب مادية فهي تعود لأمور نفسية. هلأ يقال أيضا من خلال زملائه وأصدقائه اللي كانوا معه في المدرسة إنه خلال فترات الاستراحة أو البريك هو أبدا ما كان يتفاعل مع الأطفال أو يلعب، دايما جالس على مقعده لوحده. خلال التسعينات، أواخر التسعينات تقريبا، بتعرفوا بدأ الإنترنت ينتشر وبدأ الناس يدخل على غرف الشات حتى يعملوا علاقات وصداقات، وهون كان ملجأه لستيفن اللي هو الإنترنت. شكل العديد من الصداقات من خلال غرف الدردشة. من خلال هاي الغرف بيتعرف على فتاة المفروض انه عمرها 20 عام من منطقة تكساس، وهو بالمناسبة كان عمره 20 عام، لكن بعد فترة بيكتشف انه هي 15 فقط، ومع ذلك بيروح على تكساس حتى يتعرف عليها. فعلا بيتعرف عليها، بصير بينهم علاقة وبيقنعها انها تهرب وتعيش معه، وبعد فترة بيكتشف افراد عائلتها انه هي حامل. بالنسبة لأفراد عائلة إليسا ما كان عندهم فرصة إنهم يعارضوا أو خلاص، هي تصرفت بطريقة المفروض إنه بهاي المرحلة بحسب طريقة تفكيرهم إنه يكونوا داعمين إلها، وفعلا بيدعموها لحد ما في عام 1998 بتيجي هالبيبي واللي كانت بنوتة جميلة جدا بسموها دينيس، وبتبدأ علاقتها بزوجها إلى حد ما. ما بعرف هو إذا كان بهديك الفترة أصلا زوجها أو ما زال البوي فريند، المهم أنه بتبدأ علاقتهم تستقر. لكن بعد فترة قصيرة بتكشف الوجه الآخر له الشخص واللي هو ستيفن. ستيفن إنسان عصبي جدا، من هدول إذا بتعرفوهم، وإن شاء الله ما تعرفوا حد منهم، اللي على طول بيكسر أشياء في البيت، بيصرخ، إذا انزعج من أي شيء بسيط ممكن يحاول يعتدي على الأشخاص الموجودين في المنزل، يضربهم، يدفعهم، هاي التصرفات الغريبة. وياريت كمان توقفت الأمور عند هالحد، لا، في جانب أسوأ واللي هو إنه كان أحياناً يعنف هاي الطفلة الصغيرة اللي ما زال عمرها لا يتجاوز العام واحد فقط.
بالإضافة لهاي الأمور، ستيفن كان مهووس بالأسلحة والعديد منها كان داخل المنزل، وأنتم عارفين شو يعني شخص عصبي في بيته مسدس مثلا، سهل جدا أنه يأخذ هالمسدس ويطلق النار على الأشخاص الموجودين في المنزل. بالإضافة لذلك هو حتى عمل ثابت ما كان عنده، يشتغل لفترات قصيرة يرجع يترك العمل. أصلا بيئة العمل مستحيل تتحمل هالشخصيات اللي بنحكي عنها. إليسا تحملت كل هالصفات السيئة في ستيفن، لكن لما وصلت الأمور إنه هي بدأت تنتبه على تعنيفه للطفلة، وأحيانا بطريقة سيئة، مش أحيانا، التعنيف بكل أحواله أكيد سيء، وإحنا بنحكي عن طفلة ما صار عمرها العام تقريبا، اللي كان يعمله أحيانا يصرخ عليها لما هي تبدأ تبكي، يهزها بقوة، أحيانا يقرصها، مرات أخرى لما يكون صراخها أو بكاءها عالي، وبتعرفوا الأطفال أحيانا بيبكوا بدون سبب، يحملها يضعها داخل كولر ويسكر عليها هالكولر لحد ما خلاص يعني تصير غير قادر على التنفس، وبعدين يرجع يفتح لها. واضح جدا إنه هالإنسان عنده نزعة غير عادية. ويمكن بخطر على بالكم سؤال مهم، ليش ما هي فكرت في الطلاق وليش أصلا خلفت منه؟ هل هي الوجه الحقيقي إلو اكتشفته بعد ما عاشت معه داخل بيت ولفترة؟ ليش ما اتطلقت منه؟ بحسب كلامها بعد عدة سنوات فهو كان دايما يهددها، إذا أنت قررتي أنك تتركيني أنا رح أطلق النار على نفسي، على رأسي، أفجر رأسي، أصور الفيديو وأبعث لك إياه حتى أتأكد أنك تشوفيه. يمكن كانت خايفة عليه، يمكن كانت خايفة منه، الله أعلم. المهم أنه بيكون أمامها حل وحيد فقط، أنه تخرج هالبيبي من هالعذاب اللي هي فيه، وبتقرر أنها تعرضها للتبني. وأكيد ستيفن ما بيكون عنده مانع نهائيا، أصلا بيكون ارتاح منها ومن مصاريفها، فعلا بيعرضوها للتبني، بيتبناها أحد الأشخاص واللي كان اسمه أنثوني وسيدة اسمها كيلي، وكان عندهم أولاد وأيضا كان عندهم بنت بيولوجية، حبوا هالبنت واللي هي دينيس جدا، وربوها وكأنها واحدة من أولادهم. دينيس واللي تغير اسمها لكيتي بتعيش مع أفراد عائلتها الجديدة حياة عادية جدا. والدها إنسان ملتزم بعمل، وعمل بالجيش الأمريكي لمدة 30 عام، وبعد هيك حتى لما رجع أو ترك الجيش الأمريكي بدأ يعمل أيضا لمدة 20 عام زي ضابط مراقبة للمساجين وغيره. يعني في النهاية بدي أوصلكم إنه هي عاشت حياة الفتاة الأمريكية العادية جدا. ما كان في أحداث كثير مميزة في حياتها، الأب يعمل، الأم داخل البيت، يعني المشاكل العادية اللي بتواجهها الطفلة الأمريكية. هلا اللي بصير في الجهة الأخرى أو الجهة المقابلة مع والدها ووالدتها البيولوجيين، إنه بصير عندهم طفلتين تانيين. وممكن تسألوا هلا، أنتوا أكيد تسألوا سؤال، ما دام هي عارفة إنه إنسان بيعتدي على الأطفال، إنسان مزاجه سيء، ما عنده عمل، ليش رجعت وصار من عندها منه أطفال؟ هي بتحكي بطريقة بعد فترة إنه أنا حسيت إنه إحنا هلا كبرنا تقريبا، يعني بعد 10 سنوات هالكلام، صرنا مستعدين لاستقبال الأطفال، هو شوي تغيرت شخصيته لهيك صار عندها طفلتين. وبالمناسبة حتى مع البنات هدول، مع أنه المفروض هلا هو في الثلاثينات من عمره، أحيانا كان يتصرف بطريقة سيئة. في مرة من المرات بترجع زوجته واللي كانت تعمل فول تايم عكسه هو، اللي كل فترة وفترة له شغل، على الأغلب كان يكون موجود داخل البيت. المهم بترجع الوالدة على المنزل وبتحصل بنتها الصغيرة موجودة داخل الحمام، بتسمع أصوات كأنه بكاء وهيك. لما تروح لعندها بتسألها البنت على طول إنه مامي بليز ممكن خلاص أخرج من الحمام، تخيلوا، لأنه هي بللت نفسها، والدها أجبرها على الوقوف داخل الشاور لعدة ساعات. يعني ما بعرف، كل هاي إشارات على إنه هالإنسان أبدا غير عادي. أيضا من الأشياء اللي بتحكي فيها إليسا إنه كان عندهم طفلة تعاني من التوحد، وهو أبدا ما كان مستوعب فكرة إنه هي بنت عندها احتياجات خاصة
أحيانا كان ينعتها بألفاظ يعني حتى أنا صعب أحكيها، دليل على إنه مشاعر إنسانية أبدا ما عنده اتجاه طفلة بتعاني من مشكلة معينة. من الأمور السيئة الأخرى اللي كانت تحكي فيها إليسا عن شخصيته إنه أحيانا كان يؤذي الحيوانات، عنده قدرة إنه يقتلها. حتى في مرة من المرات بتدخل قطة على جراجه، التصرف اللي بيعمله إنه بيتناول أدوات وبيبدأ يضرب هاي القطة حتى يقتلها، ومرة أخرى أيضا ضرب قطة لكن هالمرة ما قتلها. ودائما بيحكي علماء النفس والخبراء إنه الإنسان اللي عنده قدرة على إيذاء الحيوانات وقتلها بتتطور بعد هيك القدرات أو الرغبة، وبصير عنده رغبة في قتل البشر. المفروض إنه من هذيك اللحظة هي خلاص أخذت موقف من موضوع ستيفن أو من شخصية ستيفن وحسمت الجدل تماما. وخلينا نترك هالبيت اللي الحياة فيه أكيد كانت صعبة على جميع الأطراف، على إليسا، على بناتها، وحتى على ستيفن. هو داخله يعني الكثير من الغضب والحقد اتجاه المجتمع، اتجاه الحياة، وهو أكيد إنسان تعيس. ونروح لعند كيتي اللي عاشت حياتها بطريقة إلى حد ما جميلة بحسب كلام الناس المحيطين. كانت في المدرسة معروفة جدا، يحبوها زملائها، وكان عندها ناحية لطيفة واللي هي إنه تحب الرسم، تحب الأشغال اليدوية، دائما في إيدها قلم، أي شيء جميل على طول ترسمه. أيضا كان عندها قدرة على كتابة بعض النصوص البسيطة الكوميدية منها. في النهاية بدي أوصل لكم فكرة إنه هي كانت تعيش حياة سعيدة مع أفراد عائلتها الجديدة. هلا في بعض الإشارات إنه أثناء وجودها في هاي الأسرة كان عندها جزء من المعاناة، لأنه بنحكي عن شخص مضى 30 عام في الجيش الأمريكي وبعد هيك كمل تقريبا في نفس المجال، له قوانين معينة، أحيانا ممكن يكون ستريكت داخل المنزل، يعني يحب الانضباط وإلى آخره. هالشي استنتجوه من عبارة كتبتها على واحدة من المدونات اللي تخصها، بتحكي فيها إنه أنا دايما عندي قلم ودايما برسم، وبالنسبة إلي الحبر صار وسيلة حتى أتخلص من القوانين الموجودة بما معناه داخل المنزل. لكن في النهاية أتوقع إنه يا ريت لو ضل الموضوع على إنها هي تعاني من القوانين الصارمة لوالدها. كيتي واللي كان معروف عنها انها فيجيتيريان، يعني ما بتاكل اللحوم، لانها اصلا كانت تحب الحيوانات. شوفوا يعني انا بدي اوصل لكم الجانب اللطيف جدا داخل هاي البنت، واللي فجأة ممكن يتغير لشيء غير عادي. المهم انه هاي البنت اللطيفة اللي كانت ناجحة في مدرستها اتخطط انها تدخل الجامعة وتتخصص في مجال الاعلان، فجأة بيتغير كل شيء لما يصير عندها رغبة داخلية بأنه تتواصل مع الوالد البيولوجي والوالد طبعا اللي هم ستيفن وإليسا. هلا في شهر جنوري من العام 2016 بيكون عمرها تقريبا 18 عام، بتطلب من أفراد عائلتها اللي هي عندهم عايشة إنه قبل ما تروح على الجامعة، عندها رغبة داخلية قوية بإنه تتواصل مع والدها ووالدتها البيولوجيين، بس هيك تحكي معهم يعني. وفعلا بتبدأ عملية بحث من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك وغيره، وبتوصل لوالدها ووالدتها. وأكيد أنتم عارفين هي في النهاية عندها رغبة في أنها توجه لهم العديد من الأسئلة، زي مثلا ليش تركوها للتبني، ممكن هل إلها أخوان وأخوات، يعني بدها تعرف تفاصيل حياة هالأشخاص اللي هي أصلا منحدرة منهم. هل والدها ووالدتها اللي تبنوها ما بيكون عندهم مانع، لا بالعكس بيدعموها وفعلا بتتواصل معهم. إليسا بتكون يعني سعيدة جدا بهالتواصل، وبتحكي انه هي ابدا ما توقفت عن التفكير في بنتها على مدى 18 عام، وزي ما حكيت بصير علاقة جميلة جدا بينهم من خلال السوشيال ميديا، وبعد هيك بتروح وبتزورهم.
لما تروح كيتي حتى تزور والدها البيولوجي ووالدتها وأخواتها طبعا، بتمضي معهم وقت لطيف وبصير بينهم علاقة جميلة جدا. لكن الوالدة بعد فترة قصيرة من الزيارة بتبدأ تنتبه على أشياء غريبة، زي مثلا إنه ستيفن بدأ يحاول يرجع نفسه شباب، كيف بيطول شعره، دايما حالق لحيته، ملابسه بدأ يغيرها، يلبس سكيني جينز، تيشيرتات ضيقة، يضع حزام غريب هيك فانكي يعني، وكأنه لمراهق. هلا هي في البداية توقعت انه الموضوع يعني بيحاول يعطي بنته انطباع انه هو شباب ويحاول يكسبها، يعمل بينه وبينها علاقة، لكن علاقة طبعا أب وبنته. لكن بعد فترة بدأت تنتبه على شيء غريب جدا، إنه هو بدأ ينام في غرفة بنته على الأرض. هالشي كان مزعج بالنسبة إلها، لكن غضت البصر، أصلا هي غارقة في مشاكلها. الأغرب وأغرب إنه كيتي فجأة بتقرر إنه خلاص أنا ما بدي أروح جامعة وما بدي أرجع عند والدي ووالدتي البيولوجيين، بدي أعيش معكم. وأكيد اللي هناك ما في مجال أصلا يناقشوها، لأنه هي عمرها 18 عام، بتروح على بيتها، على المكان اللي كانت تعيش فيه، بتحمل كل أغراضها وبتيجي تعيش مع ستيفن وإليسا. ولما ترجع هاي البنت تعيش في البيت، بيستمر والدها في النوم بغرفتها على الأرض. خلاص هون بتتدخل أخيرا إليسا وبتبدأ تناقشه إنه هالشي اللي بتعمله غلط، هي بنت مراهقة بتعرفه، بدها تغير ملابسها، بدها تاخد راحتها بالغرفة. بيكون جوابه إنه أنت ما دخلك، اهتمي بشؤونك فقط. وبصير بينهم مشكلة كبيرة على أثرها، هو بياخد كيتي وبيخرج خارج المنزل، وهي بتبدأ تفكر إنه شو اللي بصير بالضبط. يمكن هو بيحاول يوصل لها فكرة إنه والدتها كانت إنسانة شريرة مثلا، هي اللي عرضتها للتبني. لهيك بتقرر إنه تجلس مع بنتها وتخبرها ليش هي عرضتها للتبني. بتحكي لها إنه والدك كان يعمل هيك وكان يعمل هيك، لكن هالبنت ولا كأنها سمعت شيء. وفي شهر نوفمبر من العام 2016، خلاص المشاكل بتوصل حدها داخل هالبيت. في النهاية إليسا بتقرر إنها تغادر المنزل مع البنتين الصغار، وبتعقد زي نوع من الاتفاق مع الوالد إنه أوكي أنا باخد البنتين، لكن راح تكون زي وصاية مشتركة، يعني اتفاق ضمني بينهم، ما وصلوا لمحاكم وإلى آخره. وبتمشي الأمور بهاي الطريقة، هي بتعيش لحالها في بيت إليسا مع بناتها. بناتها من فترة لأخرى يروحوا يزوروا أختهم اللي هي كيتي، وأيضا يزوروا والدهم ستيفن. وخليني هون أنبه إنه رح أبدأ أحكي في أمور جدا صعبة، رجاء اللي ما بيحب يسمع هاي الأمور يتوقف سريعا. بتمشي الحياة بهاي الطريقة لفترة قصيرة جدا، وبعد هيك في مرة من المرات بتكون إليسا تقرأ في مذكرات لبنتها واللي عمرها 12 عام. هون بتكتشف شيء مخيف ومخيف جدا. خلال هاي المذكرات البنت كاتبة إنه والدي ينادي أختي بكلمة بيبي، يعني زي ما نحكي حبيبتي. لا، وكمان بتكمل إنه هو طلب مني ما أناديها أختي، طلب مني إني أحكي معها على أساس إنها والدتي. واضح جدا إنه هاي البنت في حالة من الحيرة، بتفكر هل هي والدتي فعلا ولا هي أختي؟ شو اللي بصير داخل البيت؟ هي مش فاهمة البنت. وبتحكي إنه بطن أختي شوي كبير، يمكن تكون هي حامل. يعني واضح جدا إنه في شيء مخيف بصير داخل هالمنزل. إليسا بتدخل في حالة من الغضب، الهستيريا، الجنون. انتو تخيلوا مجرد هي أفكار دارت في بالها شو اللي بصير داخل هالبيت، على طول بتتصل على ستيفن. والغريب هي ردت فعله بيكون جوابه بكل هدوء انه احنا بنحب بعض وتوقعت انك انت بتعرفي في هالموضوع. هون خلاص هي وصلت لمرحلة انه هالإنسان ما في مجال للتفاهم معه، على طول بتتواصل مع رجال الشرطة
الشرطة وبتخبرهم عن الموضوع. اللي بيعملوا إنهم بيوصلوا على البيت، بيعملوا زي اجتماع مع أفراد العائلة، بيسألوا البنتين، وأكيد هم وصلوا لنتيجة إنه فعلا العلاقة بتصير باتجاه غير صحيح. هلا شو التقرير اللي صار من قبل رجال الشرطة؟ شو طبيعة التحقيق؟ ما حد بيعرف عن الموضوع نهائيا، لكن الإجراء السليم الوحيد يمكن اللي بتتخذه إليسا بهديك الفترة إنها بتحصل على قرار بمنع هالشخص واللي هو ستيفن من الاقتراب من بناتها التنتين الموجودين معها داخل المنزل، أكيد لحمايتها. اتخيلوا أنه في شهر جولاي 20 جولاي من العام 2017 خلاص بتم الطلاق بينها وبين ستيفن، والمصيبة والمصيبة الكبرى أنه بعد شهرين فقط من إتمام موضوع الطلاق ستيفن بياخد كيتي وبيروح على ماريلاند، وهناك اسمعوا المصيبة اللي بتصير، بيتزوج بنته. وأكيد بتتساءلوا كيف بيتزوجها، لأنه أصلا هي اسمها غير اسمه، فطبيعي جدا أنه ما حد يكتشف هالموضوع، وبيوقعوهم على إقرار بأنه هم ما بيخصوا بعض أو ما بيقربوا بعض. وفي النهاية شخص زي ستيفن بهاي النفسية المريضة عادي جدا أنه هو يكذب، المهم أنه بيتم الزواج. يمكن أغرب شيء سمعته أنه والدها ووالدتها اللي هم تبنوها بيكونوا موجودين في حفل الزفاف. يعني مصيبة كبرى، بنت في بداية العشرينات من عمرها بتتزوج من والدها، بيكون موجود الناس اللي تبنوها، لا وكمان والدته لستيفن. يعني ما بعرف كيف ممكن يوصل الإنسان لهاي المرحلة. هلا هم بيدعوا والد ووالدة كيتي اللي تبنوها انه هي في النهاية عمرها 18 عام وما كان امامهم خيار اخر الا انهم يدعموها. لا يعني هيك كتير انه ادعم بنتي في موقف زي هيك؟ الامور خرجت عن المنطق والمعقول والاقل ما فيها تعبيرا عن احتجاجي، حتى احسسها انه الشيء اللي بصير غلط وكارثة كبيرة ما احضر حفل الزفاف. وخلينا نكمل تفاصيل قصتنا المؤلمة والغريبة والمقرفة، ما بعرف يمكن عدة مسميات الواحد يطلق على قصة زي هيك. المهم أنه أخيرا تضع مولودها كيتي وبسموه بنت، لكن بعد فترة رجال الشرطة طبعا يبدو أنهم مش بس هيك أغلقوا التحقيق في الموضوع، لا بيحققوا في موضوع أنه فعلا في زواج السفاح بصير أو علاقة فيها سفاح، وهالشيء أبدا مش مقبول ولا في أي ديانة ولا حضارة ولا شيء. المهم أنه في النهاية بيعتقلوا هالشخصين اللي هم كيتي وستيفن. الاعتقال بيصير بشهر جانوري، وهنا القاضي بيصدر قرار أنه ممنوع التواصل بين ستيفن بليدلز وبنته أو زوجته اللي هي كيتي. اللي بتعمله أنها بترجع مع والدها ووالدتها اللي تبنوها، ويمكن هناك خلاص هي انفصلت عنه، بدت تفكر بالطريقة الصحيحة. والدها ووالدتها كان لهم دور في تنبيهها أخيرا بأنه الشيء اللي بيصير أبدا غير عادي. في النهاية هاي البنت بتقرر أنه هي بدها تنفصل عن ستيفن. خليني بس أقرأ لكم البيان اللي أصدره المحامي، طبعا هلا هو إله محامي ستيفن، البيان اللي أصدره المحامي والطريقة المقرفة جدا اللي بيحكي فيها، إنه في النهاية هاي البنت عمرها 18 عام تقريبا، صحيح إنه موكلي عمره 40 عام، لكن هو أبدا ما حاول يضغط عليها أو يتلاعب فيها إنها تقبل علاقة فيه. بيكمل وبيحكي أنه لما إجت كيتي على البيت، والدها كان يعاني من مشاكل عديدة مع زوجته، وصار بينه وبين بنته علاقة جيدة، وهو ما كان يعرف أصلا أنها بنته. طبعا كلام غير صحيح نهائيا أنه صار بينهم علاقة بمعنى علاقة. بعد هيك اكتشف أنه هي بنته، وخلاص هو وصل مرحلة أنه بحبها لدرجة أنه حتى بعد اكتشافه هالاكتشاف أنه هي بنته ما في مجال للتراجع نهائياً.
وهلا تقريبا بنرجع لبداية قصتنا، لأنه الطفل بنت واللي هو ابن ستيفن وكيتي الآن يعيش مع والدة ستيفن. كيتي تعيش مع أفراد عائلتها اللي تبنوها، وبالمناسبة حتى هدول ممكن يتعرضوا للمحاكمة لأنهم سمحوا بزواج بين الأب وبنته، وهم عارفين إنه هو والدها البيولوجي. في النهاية في شهر أبريل من العام 2018 كيتي بتتصل على ستيفن وبتحكي معه بطريقة إنه خلاص أنا ما بدي أي علاقة معك نهائيا. هلا اللي صار أتوقع إنه هاي البنت خلاص خرجت من الدائرة اللي كانت تعيش فيها، ضغط والدها عليها، التلاعب فيها، بالتأكيد هو تلاعب فيها لوصلها لمرحلة إنه تتجاوز موضوع إنه هو والدها. المهم بتقرر إنها تقطع علاقتها فيه. بعد أسبوع واحد على هاي المكالمة اللي خبرت فيها كيتي ستيفن إنه هي بدها طلاق، تخيلوا المصيبة، يعني هي بدها طلاق من والدها. أنا بتوقع إنه هاي البنت لما رجعت على أفراد عائلتها بدت تشوف البنات في عمرها كيف عايشين، بدت تخرج من دائرة ضغط عليها، صارت تفكر بالطريقة الصحيحة إنه أنا عملت شيء خطأ كبير، متزوجة من شخص عمره 40 عام، عندي طفل، لأمين هو الشخص؟ هو والدي؟ أكيد كارثة كبيرة. المهم إنه بعد أسبوع واحد فقط اللي بيعمله هالشخص هو اللي ما بيخطر على بال أي حد. اللي بيعمله هالشخص المختل إنه أول شيء بيروح على والدته، بياخد الطفل اللي هو بنت على أساس إنه ما بعرف هو بده يشوفه، بده ياخده لوالدته، المهم إنه بياخد منها الطفل، بيرجع على البيت. يعني أنا بعتذر إني أحكي لكم إنه بيخنق هالطفل، يضعه داخل خزانة في المنزل، بيسكر الباب عليه، بيضع المفتاح تحت هاي اللي بنضعها أمام الباب، السجادة الصغيرة. بعد هيك بلم كل شيء بيقدر عليه من أسلحة، أغراضه الشخصية، وبياخد سيارته وبيتوجه مباشرة إلى نيويورك، وبسوق سيارته طوال الليل بدون ما يكون نايم أصلا، فيها عدد من الأسلحة، يعني تخيلوا المصيبة اللي ممكن تصير. المهم أنه بيوصل للبيت اللي بتعيش فيه كيتي مع عائلتها اللي تبنوها في صباح اليوم التالي. اللي بصير أنه بتكون كيتي مع والدها متوجهين لزيارة جدتها، بالعادة هم بيروحوا بيزوروها كل ويكند تقريبا، بيطلعوا بسيارتهم على طول، بيتبعهم هو بسيارته، أصلا بيكون يراقب فيهم. لما يوصلوا لإشارة توقف معينة بيوقف بجانبهم وبيبدأ يطلق عليهم الرصاص، في النهاية بيقتل كيتي ووالدها. بعد فترة قصيرة جدا بتوصل مكالمة إلى 911، أحد الأشخاص بيخبر عن الحادثة اللي صارت على إشارة التوقف. بتسأله الموظفة هل قتلوا الأشخاص الموجودين في السيارة؟ بيحكي لها بالتأكيد هم قتلوا، لأنه دماغهم موجود في كل مكان على الأرض في السيارة، واضح أنه كان أو أطلق عليهم عدد كبير من الرصاصات. أيضا بعد فترة قصيرة بيتم العثور على ستيفن، وصل لواحد من الباركينات في واحد من الفنادق وأطلق النار على نفسه. وأكيد قبل ما ينتحر بيكون تواصل مع والدته وخبرها عن الموضوع وعن إنه هو قتل ابنه، زوجته أو بنته ووالدها، وبيطلب منها إنها تتواصل مع رجال الشرطة، ما تروح هي على البيت لأنه راح تشوف شيء سيء. وهيك بتنتهي قصتنا المؤلمة الغريبة لليوم، لكن عندي بعض التفاصيل اللي بحب أحكي لكم فيها. أول شيء المكالمة الغريبة اللي أجرتها والدة ستيفن مع 911، خلالها بتحكي بطريقة إنه ابني أطلق النار على زوجته، أو زوجته انفصلت عنه الليلة قبل فترة وهو أطلق النار عليها. ما بعرف كيف ذهنها وصلها لمرحلة إنه خلاص هي مقتنعة بإنه ستيفن هو زوجها لكيتي، المفروض إنه هي أمه، عارفة في النهاية هي بنته، ومن غير المنطقي والمعقول بإنها تحكي عنه زوجته.
ويمكن ملاحظة أخرى تتعلق بالكفالة. المفروض أنه لما تم القبض عليهم وأودعوهم السجن كان في كفالة مالية بمبلغ ضخم لا يقل عن $1,000,000 لكل واحد. الغريب أنه بعض الأشخاص تكفلوهم وأطلقوا سراحهم. ويمكن آخر نقطة بحب أحكي فيها هي تتعلق بالوالدة البيولوجية واللي هي إليسا. خلال مقابلاتها التلفزيونية بعد الحادثة طبعا بتحاول توصل لوسائل الإعلام إنه هي عانت الكثير مع هالشخص اللي هو ستيفن، مشاكل زي تتعلق بأنه كان يحب الأسلحة، كان يعنفها داخل البيت هي وبناتها، لدرجة أنه هي بعد ما تركت البيت كانت دايما مرعوبة من فكرة أنه يجي وراها ويقتلها، لكن أبدا ما انتبهت عليه في يوم من الأيام أنه هو كان يحاول يتحرش بالأطفال. هالشي بناقضه الطريقة اللي تزوج فيها أصلا ستيفن منها، لأنه هو لما تزوجها كانت هي طفلة عمرها 15 عام فقط. ويمكن أخطر جدل دار بعد هاي القصة من قبل الخبراء وعلماء النفس قضية بيحكوا فيها بطريقة إنه الناس المرتبطين بيولوجيا إذا انفصلوا عن بعض لفترة ورجعوا التقوا بعد عدة سنوات، تشابه الشكل بينهم ممكن يخلق نوع من الانجذاب لبعض، وبعد هيك تتطور الأمور لعلاقة غير عادية. ما بعرف مدى صحة هالكلام، يعني الفطرة الإنسانية ممكن بترفضه، لكن هم بيحاولوا يطرحوه في الفترات الحالية. على كل حال كانت هاي نهاية قصتنا لليوم. بتمنى، لا ما بتمنى، تكون عجبتكم. هي قصة مؤلمة أكيد وما بتعجب أي حد، وبتخلي الإنسان أحيانا مشوش، لكن للأسف هي ظاهرة موجودة حاليا في المجتمعات الغربية وإلى حد ما موجودة في مجتمعنا. كانت هاي نهاية قصتنا لليوم، إلى اللقاء.